معكم مرة أخرى وإن شاء الله النغم نال إعجابكم والفقرة متاع الصحة زادة حصلت لكم الإفادة منها. احنا مواصلين فقراتنا ومدينة العلوم ولا بد تكون حاضرة معانا ديما بفقرة نستفادوا منها. نعنا ضيف تويكة معايا اسمه سي رضا العبدلي رئيس مصلحة فضاء رياض العبدلي رئيس مصلحة فضاء الاستكشاف بمدينة العلوم. مرحبا بيك. مرحبا مدام. صباحك أمل. صباح الخير، صباح الأمل، وتحية لكافة المستمعين المشاهدين والمشاهدات. يعطيك صحة سيدي، إيش عندكم جديد؟ ديما عندكم جديد ما شاء الله، أنا نقول الجمعة هذيا مش باش يكلموني ما فما شيء، إلا وتجيني الميساج يقول لي ليه؟ عندنا نشاط، ما شاء الله عليكم ناشطين خمسة وخميس. يعيشك مدام. تحية عليك وبارك الله فيك على الاستضافة. دونك مدينة العلوم اليوم نطيروا بينا. باش نطيروا بكم، باش نطيروا بكم. هي 30 سنة ديما تحاول، الهدف نتاعها هو نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية، لكن من أهم الأهداف نتاعها هو التجديد. التجديد من خلال نجيبوا ميادين جديدة في العلوم اللي نحاولوا نقربوها أكثر للشباب بصفة عامة. تعرف ميادين العلوم محلولة للجران بيبليك، الكبير والصغير والعائلة بصفة عامة. دونك شفنا اللي ميدان الطيران ماهوش ماخو حظه في تونس، خاصة للناس الصغار. كي نشوفوا البرنامج العلمي ما نلقاوش معناتها مادة في الطيران. دونك مادية العلوم يظهر لنا الطيران كأنه للليليت، معناها ناس معينة ولا اللي لبس عليهم ينجم يركب في طيارة، ولا فنان عنده كليب يكري طيارة يعمل فيها كليب. أما باش الواحد هكا يسوق طيارة واحد كل بعيد على مخه، معناها بعيد على مخه. اليوم في مادية العلوم هذاك على شنو نلعب ونحبوا الصغار والكبار والعائله بصفه عامه، واللي ما عندوش فلوس، حتى اللي ما عندوش فلوس ينجم حاطين تعريفه نو ينجم اطعش يجي ولا للنادي ينجم يجي ويلقى طياره. معناها انا كان نجي توا نلقى طياره في مدينه العلوم باش تعلموني السوقه. احنا اليوم في مدينه العلوم عندنا زوز طائرات وطائره مروحيه اعطتهمنا وزاره الدفاع مشكوره، موجودين في مدينه الصحه اللي هي الطيارات هذوما نفسروا، هو أكثر من بيشترك في الطيارة نفسروا كيفاش تطير الطيارة. الطيارة فما قانون فيزيائي معروف اللي هو قانون بيرنوي سبب في تحليق الطائرات. دونك الصغير كي تجيبه تفسر له قداش فما من نوع متاع جناح. انت تو مقبلة اش قلت الفنانين الكبار كل عندهم طيارات وعندهم كذا. قل له الطيارة قداش من محور تنجم تدور باش تأمن الرحلة متاعها، قداش فيها من جناح الطيارة، كيفاش تنجم تطير طيار. انا ناكد لك عندنا صغيرات في مدينه العلوم 8 و10 سنين تشيخ عليهم كيفاش بالطيارات هذوما. خاطر كي يجي يحضر درس نظري تيوري ويكون معاه يامن الدرس هذا شكون؟ قائد طائره، نجيب لك كوموندون ونجيب لك بيلوت في مدينه العلوم. دونك هذا كله بالشراكه مع الجمعيه التونسيه للطيران، نخدموا بعضنا في الميدان هذا. هذا كله علاش؟ باش نقويو القدرات المعرفيه للصغار، نحبوا نغرموهم، نحبوا نعرفوا بال سي ابوغدابل. معناها واحد ما يقولش هذه حلمه ما نجمش نحققها، انا نحب نطلع في طياره ولا نحب نعرف الطياره كيفاش تركب. خاطر العلاقه الصغيرات تشوفوا هما كيبداو صغار، تحب امي يشري لي طياره، امي يشري لي تانج، امي يشري لي كهرباء، امي يشري لي من عشنيه. معناها الحاجات اللي يحلموا بهم حتى صغار كي تسالهم يقول لك انا نحب طبيب، نحب مهندس، ونحب طيار، نحب بيلوت، نحب بيلوت وناخذ بيلوت زاد ولا نحب بيلوت. تعرف تقول نحب ناخذ بيلوت. دونك هذه الكلمه صحيح، هذه الكلمه. احنا الحلم في مدينه العلوم يولي حقيقه، وهذاك علاش عملنا انشاء النوادي نتاع الطيران. توا نادي الطيران للجميع شنو عملنا فيه؟ فيه دروس نظريه ودروس تطبيقيه. المهم في الدروس التطبيقيه اللي تبدا انت نحطك قدام طياره ونحطك قدام طياره مروحيه وتفهم الفرق كيفاش هذه تطير وكيفاش هذه تطير. هم يطيروا بنفس الكيفيه اللي الناس تقول اللي ماهمش كيف، لا يطيروا بنفس الكيفيه. مثال تجي الصغير تفسر له كيفاش الطياره راهي تدور باش تامن رحلتها، راهي تدور على ثلاثه محاور. تفسر له راهو جناح الطياره ما فماش جناح واحد، فما برشا اجنحه باش تامن هكا ثلاثه دوران على ثلاثه محاور.
هذا الكل باش يكونوا موجودين ان شاء الله في النادي الطيران اللي باش يتحل نهار السبت هذايا، باش يكون للشرائح الحموريه حابين نمسوا صغيرات مش صغيرات صغيرة حتى من 14 ل 20 سنه، حتى الطلب حتى الطالب حتى المغروم، المغروم زاد كيف كيف، حتى الكبار الناس المغرومين راهو يجيو بحذان، معناتها خاطر هالميدان هذا ماهوش قولوا كل صراحه على الناس لبس عليها لا وماهوش قريب، ماهوش قريب خاطر انت باش تجيب ان كوموندون دو بور باش يخلي وقته باش يجي يعمل لك درس ماهوش يسهل، ماهوش يسهل الا ما يكون زاد هو مغروم. وتحيه للناس اللي باش يخدموا معانا مغروم يحب يعطي زاد المعلومه. حاجه اخرى مدام، راهو ميدان الطيران فيه برشا مهن متداخله في الميدان هذا، ماهوش كوموندون دو بور برك، فما الميكانيسيان دافيون، فما شكون يحلم يحب يكون كونترولور في الطور. دونك كيف كيف عندنا دروس جماعه المراقبه الجويه باش يجيو يفسرونا راهو كيفاش باش تصير تطير الطياره، يلزم فما معايير معينه تتعمل، رخص معينه تتعطى، هذا الكل ان شاء الله باش نلقاوه. هو معناها للانفورماسيون وللاطلاع اكثر منه، ماهوش باش بعد ما يعمل ستاج باش ياخذ دبلوم، هو اللي يعرف في التور شنو اللي يعمل، ولا ينجم نهار اخر يتوظف فيها الوظيف، ولا يتعلم يسوق الطياره مثلا باش يولي طيار قدوه، لانه سيركوي واحد اخر نتاع احنا باش ندزوا الناس المغرومين، المغرومين باش يعرفوا ندزوا الناس المغرومين. وان شاء الله في اخر الدوره، هي الدوره تصير على 3 شهور، معدل حصه نهار السبت كل جمعه، فما في الاخر الدوره نهزوهم يدخلوا يعملوا دي سيونس في السيميلاتور، ان فري سيميلاتور محاكاه طائره. دونك بالضبط عباره في الكوكبيت معك ان كوموندون دو بار وانت باش تسوق الطياره. اه حلوه. دونك هذه حاجه باهيه، ومدينه العلوم انا باش نعطيك سكوب ان شاء الله ان شاء الله باش تكون عندها قدره ربي في القريب العاجل مناسبه الاحتفالات بالعيد ميلاد 30 لمدينه العلوم ان شاء الله السنه تعرف مدينه العلوم تحتفل 30 سنه على التاسيس نتاعها على عام كامل، باش نخدموا على عام كامل ان شاء الله نجريو باش نعملوا ان سيمولاتور خاص بمدينه العلوم، وان شاء الله يكون السيمولاتور هذا يشرف التوانسه الكل. دونك هذايا ان شاء الله هذايا في البرنامج نتاع مدينه العلوم. دونك بالنسبه للدوره مفتوحه للناس الكل، ينجموا يجيو يعني يسجلوا. كان ممثل ولا ممثله توا في تونس، خاطر تعرف ساعات الممثل يتحط في دي سيتياسيون من نوع هذايا، انه نهار يجي دور مثلا سائق طائره ولا سائق طائره، معناها يلزم اون سارتين فورماسيون تصير له باش يلقى روحه نهار اللي تعطى له الدور من نوع هذايا يلقى روحه. وهذوما موجود برشا لبرا، برشا فنانين يعني يسوقوا جمله لهليكوبتر ويسوقوا الطياره ويتعلموا اموان لي زابي سي نتاع باش ما يظهرش ما يعرفش ولا ما. دوك يمكن دعوه نعملوها لبرشا فنانين معلش وممثلين اذا كان هما مغرومين بيان سور بالطيران ويحبوا يكونوا رواحهم في حاجه، هذا استاج متاح ليهم. المعاليم قداش باش تكون سيارة؟ والله هو هي بالنسبه خاطر العلوم انا شفت نعرف اما العلوم العلوم راهي ما تتقدرش بمعلوم. لا وحده فارغه هي المعلوم 60 دينار في الشهر، يعمل 4 حصص، يعمل 4 حصص، الدوره تصير على 3 شهور. وباش نعطيك حاجه جديده اللي هي شنو هي، باش نعملوا ورشه علميه على مدى عام كامل كل يوم السبت. هذيك تقص التذكره نتاعك انت باش تدخل مدينه العلوم، تحضر تلقى ان كوموندون دو بار افيك ان بيلوت، تحضر في حصه نظريه دوم تقريبا نص ساعة، فما يهزونا للطائرات يعملونا زيارة مؤطرة على 3 طائرات، 2 طائرات وطائرة مروحية، هذه باش تكون على مدى سنة كاملة. دونك هذه الحاجة جديدة زادة السنة في مدينة العلوم باش نخليه ميدان الطيران موجود على عام كامل في المدينة. يعطيك الصحة، معناها أنا واحدة من الناس قاعدة أنت تحكي وأنا نخمم فيها. أي. والله قالها الوقت، اعطينا الوقت كيفاش اوقات هما الوقت باش تكون نهار السبت العشيه. به السبت العشيه، معناتها السبت العشيه العائله حد يهوني لنهار الجمعه. دونك نهار السبت العشيه مرحبا بالناس الكل بالحق، راهو من وقتاش العشيه؟ من ساعتين حتى للخمسه، حتى للخمسه باش يلقاو ناس مختصين، جانسيست على كلمه مختصين، خاطر الصغار المعلومه الاولى باش تعطيها له لازم تكون صحيحه. باهي، واحنا خدمتنا احنا كمؤطرين علميين تعرف اليوم احنا في سلاعه
الورشات مفتوحة في المدينة تبارك الله في الفضاءات كل صباح وعشية في الميادين العلمية الكل، دعوة مفتوحة للناس كل باش يجي وراو عنا ورشات ما تلقاهمش لا في المؤسسات التربوية لا في الليسيات لا في حتى في الفاكولتي ما تلقاهم كان في مدينة العلوم. ذكر زاد نهار السبت عنا سهرة فلكية في الليل، معناتها البرنامج معناتها العائلة كي تحل البرنامج تاع السيتي دي سيونس تلقى وين تخرج تتفرد وتتعلم. ماما ميتون شو سهرية فلكية في الليل معنا وقت للستة نتاع العشية؟ إيه ما توفى ما كان في المول العشرة للعشرة احنا من الستة لثمانية ونص سهرة فلكية شنو معناتها باش تعطيهم تلسكوب يتفرجوا في الليل؟ كالعادة احنا سهرات فلكية ديما في البلانير وفما لي تلسكوب. انت تقول كالعادة اللي كنت، اما انا واحدة من الناس ما نعرفش دونك فما برشا تو يتفرجوا فينا ما يعرفوش. كل شهر تقريبا معدل كل شهر فما سهرة تقريب معدل كل شهر فما سهرة فلكية في مدينة العلوم. معناها النهار يلزم يكون سيال ديجاجي بيان بريسيز الدات، جماعة أهل الاختصاص في علم الفلك يختاروا النهار المعين باش يجبدوا لي تيليسكوب يلقاو شنو بشيرة، خاطر مش هكاك تاخو في أي نهار مسحب ومطر أبار الصحاب وكل نحكي على النجوم وإلا الكواكب اللي باش تراهم يلزم أوقات معينة وأيام معينة باش تراهم في الوقت من 6 ل 9 نتاع الليل. دونك معناتها تلاحظ اللي البرنامج متنوع على الاخر متنوع. معناها نجم واحد الصغيرات وتويكا سلاعه يعدي توت اون جورني هو يستفاد وصغار يستفادوا. يبا ينجم يعدي نهار كامل، علاش؟ عندنا الفضاءات اختصاصات متعدده. احنا انا تو مثال نخدم في فضاء الاستكشافات يختص في الفيزياء، مثال في فضاء الاستكشافات احنا الشعار نتاعنا، الشعار نتاعنا هو ممنوع المنع. ممنوع المنع ما معناتها ممنوع المنع؟ معناها كل شيء متاح وكل شيء بوسيبل. تلقاها في اي بلاصه هذه؟ ما تلقاهاش. انت كي تدخل اي بلاصه تقول لك بعيشك ما تمسش. احنا نحبوا الصغيرات، احنا نحبوا الصغير يمس. علاش؟ كي يمس يتعلم، ينجموا يعملوا ليزيكسبيريونس الكل. من بين التجارب اللي في من بين التجارب نعطيك هكا خرجت شويه على ميسالش. مثال احنا توا موجودين في قاع في الهواء والهواء فيه الاكسجين. الاكسجين اللي راهو فيه ما راهوش اللي هو غاز. احنا عندنا تجارب نهبطوا لدرجات اللي اقل من 196 درجه تحت الصفر باش نوريو للصغيرات الاكسجين يقطر، معناتها نوريو الاكسجين على الحاله نتاعو السائله. معناتها علاش نقول في تجارب هكا؟ راهو عندنا تجارب ما تلقاهمش في بلاصه اخرى الا في مدينه وهي العلوم. المعلومه معناتها الحصريه. احنا انتم تقولوا الاعلاميين هذه حصري، احنا الورشات العلميه حصريه في مدينه العلوم. المعلومه كياخذها التلميذ سواء في درس ايقاظ علمي والا فيزياء ولا شيء في الفيزيك ولا في الشيميك بعديك في الليسي، مش كيما يشوفها ترسخ في ذهنه لانه يشوفها ريالمون، لانه الاخر على تابلو وهاج دو زو يكتب له معناها ديما سيد لا تيوري، فهمت؟ البراتيك وانه يشوف بعينه الموليكول نتاع الاكسجين كيفاش تولي ليكيد، فهمت؟ معناها مهمه ياسر ترسخ المعلومه ويفهمها. وحاجه اخرى، احنا المؤطرين الخدمه نخدموا من غير ستيلو. من غير ستيلو، معناتها ني فورمول ني ستيلو. دونك اون فولغاريز لا سيونس. السيونس نحاولوا نبسطها مش بشكل الناس الكل تفهمها. صحيح، ويفهمها اللي قاري قدامك واللي مش قاري. المستوى مهما يكون المستوى التعليمي للشخص اللي امامك باش لازمك توصل له المعلومه هذه، وانت مع الديسكور مع الشخص اللي قدامك ولا الجروب اللي قدامك تعرف كيف توصل المعلومه. دونك مهمه سهله اما صعيبه برشا، صعيبه برشا، ويامنوها يعطيها الصحه زملائي الكل في مدينه العلوم المؤثرين العلميين في شتى المجالات. نذكر جوست اللي الورش الكلوب هذايا نادي الطيران للجميع، قلنا الطيران للجميع سونز اكسبسيون. دونك قعدوا شويه بلايص مش برشا اللي يحب اي الناس كلها هابطت صحيح هابي كوميو كوميو شو نحب واحد. دونك اللي يحب يكمل مغروم ويحب يسجل ولده يمشي لمدينه العلوم، فما استماره يسجلها ومرحبا بكم نهار السبت الناس الكل بالحق. والدعوه ليكم مفتوحه ان شاء الله باهي كسوسوا السبت هذا السبت الجاي في ميدان الطيران، والدعوه مفتوحه، العطله موجوده والمؤثرين موجودين عذمت الزوار باش يفسروا لهم
أي حاجة، أي حاجة جدي بيان، أي حاجة، أي حاجة في العلوم. يعطيك الصحة سي رياض العبدلي. لطفي العبدلي يقرب لك يقرب لكش. ان توكا تحية ليه ومرحبا بيك، والإفادة حاصلة، وإن شاء الله التوانسة الكل اللي عندهم وليدات صغار سيرتو كتويكا سلاعة ينجموا يهزوهم يتفرهدوا للصغيرات وحتى هما يتفرهدوا. بالنسبة للفنانين دعوة ليهم زيد علاش ليه باش يمشيوا لمدينة العلوم ويتعلموا ايش بيه، تعرفش عليها غدوة الدنيا تحل استديوهات كبيرة ونوليو نشوفهم ممثلين ونوريهم مسلسلات نشوفهم مسلسلات ونشوفهم ممثلين يسوقوا في الطيارة علاش ليه. اللي عند ربي مش بعيد، الواحد يلزمه ديما يعتقد ويحلم بالحاجات المزيانة بإذن الله يوصل يخلط يعملها. احنا هكي فقرتنا هذه معناها انتهت، لكن ما زلت مواصلة فقراتنا الأخرى. نمشي وفاصل إشهاري وبعد عندكم تلفزة بوتيك، ما تبعدوش رحنا راجعين، والفقرة الجاية مهمة ياسر ما تبعدوش.